السلام عليكم ورحمة الله، واهلا بكم في فيديو جديد مع اسلام سعيد. والنهاردة هنكمل سلسلة ازاي تلاقي شغل في دبي، وهنتكلم عن الاكل، ازاي تجيب اكل رخيص وانت لسه جاي تدور على شغل. تعالوا نشوف ازاي. طبعا احنا زي ما اتفقنا في الاول، انك اول حاجة بتعملها انك بتجيب شوية حاجات معاك، معلبات وانت جاي من مصر، تساعدك في انك توفر في الاكل، خصوصا انت لسه جاي في البداية وبتدور على شغل، فبالتالي انت محتاج توفر، فدي هتساعدك في البداية. دي اول حاجة. قدامك دلوقتي حاجة من ثلاثة، اما تشتري اكل من بره من اي مطعم تجيب اكل عادي، اما تعمل اكل في البيت تطبخ يعني، يا اما بيكون في ناس هنا باشتراك شهري بتعمل معاهم، مثلا تشترك معاهم يكون مثلا نوع ست او حاجة بتطبخ وبتعمل وجبات وبتشتري منها. طيب لو قلنا الحل الاول هو انك تجيب اكل من بره، فانت هتنزل بقى تجيب الوجبات اللي هي من بره العاديه اللي في المطاعم، سواء بقى برياني، مصبي، مندي، الحاجات اللي هي المشهوره بيها هنا الامارات، والاكل بقى المنتشر الكتير، الاكل الهندي والباكستاني، وفي طبعا الشاورما بقى العربي والحاجات دي كلها. تجيب الاكل العادي يعني ده العادي، بس طبعا الميزانيه هتفتح معاك وممكن توصل الى مثلا توصل لك لألف درهم في الشهر اكل لو هتاكل من بره وتعتمد على اكل من بره. الحل التاني وهو لو هتطبخ في البيت، وده طبعا انك بقى تجيب بتخزن حاجات كتيره، تجيبها رز ومكرونه وفراخ وبرجر والحاجات دي كلها، وبتبتدي بقى تطبخ وتعتمد على طبخ في البيت، وساعتها هتوفر، ممكن تصرف لك 400 درهم في الشهر في الحدود دي يعني. ممكن كمان في ناس بتعمل اقل من كده، يعني معرفش ازاي، بس في ناس بتبقى اقل من كده. الحل اللي هو الثالث، وانك بتجيب وجبه من حد بره، مثلا من ستة تشترك معاها او كده، بتروح تاخد الاكل من عندها، لان طبعا هنا زي ما انتم عارفين الغربه يعني، الشباب كله اللي بيعرف يطبخ واللي ما بيعرفش كله بيحاول، فبيجرب في نفسه وفي اصحابه، واحنا ياما شفنا حاجات شبه كده. بس يعني لو في حد بيعمل اكل وتكون ست طبعا بتبقى افضل، وممكن بتشتري منها وجبات برده باشتراك شهري. في طبعا بقى اللي هي الحلول المعتدله شويه، انك مثلا تقسم نفسك تاكل من بره شويه وتطبخ في البيت شويه، وده انا بشوفه من انسب الحلول، انك ولا تاكل من بره طول الوقت ولا تاكل تطبخ في البيت طول الوقت، لان مفيش وقت برضو انك تعمل اكل والكلام من ده. فبالتالي انك تبقى مثلا 3 ايام بتاكل من بره و3 ايام بتطبخ في البيت، وده بيبقى انسب الحلول. طيب لو جينا نقول تجيب اكل منين وايه الوقت المناسب تجيب اكل فيه يكون رخيص، اول حاجه انت بتختار الاجازات، خميس وجمعه بيكون في عروض في كل حته، هنا بيكون في عروض على الاكل، يعني مثلا ممكن تجيب لك كرتونه بيض بتبقى رخيصه، ممكن 8 9 درهم، ممكن تجيب لك مثلا كام فرخه تشيلهم عندك بيبقوا برده بسعر رخيص، تجيب لك مثلا شكاره رز اللي هي 5 كيلو او حاجه، دي بتبقى رخيصه وبتقعد معاك فتره، تعمل رز على طول وانت بتاكل، تحطه في اي طبخه معاك يسد معاك شويه الجوع. تجيب مثلا حاجات اللي هي السوسيس، البرجر، الحاجات دي كلها بتبقى اسعارها كويسه ورخيصه في الوقت ده. يبقى في برضو اماكن بتبيع اكل باسعار رخيصه خصوصا في الاجازات، زي المدينه والمايا وبكر محبي واللولو، ممكن تروح تشتري مثلا فرخه كامله مشويه وتكون حالتها كويسه ب 15 درهم. في الاجازات مش عارف بتوصل 10 درهم تقريبا كمان. فدي تقدر من الاماكن دي انك تشتري اكل بسعر رخيص، وخصوصا احنا بنتكلم في البدايه، تبقى محتاج توفر كل درهم علشان تصرفه في حاجات تانيه افيد، انك تدور عن شغل او انك تركب مواصلات او انك تعمل سيفيهات. فبس طبعا الموضوع بيختلف لو حد متزوج مع مثلا اسره، فطبعا زود بقى 500 درهم في كل حاجه، سواء بياكل من البيت بيعمل اكل في البيت مثلا زي ما قلنا في حدود 400 درهم، او بياكل من بره فزود 500 درهم على الناحيتين. ده كده برضو على الاقل، بنتكلم على الاقل، في اكتر من كده بكتير بس احنا بنتكلم في اقل حاجه.
طبعا ده بيرجع لحاجات كتير، يعني بيرجع بقى للشخص نفسه، هو ميزانيته عامله ازاي، هل هو يعني لسه بيدور على شغله وجاي يدور، ولا هو خلاص شغال اوريدي مستقر وراتبه معقول فيقدر يمشي اموره. بترجع برضه حسب التزامات الشخص، هل هو مثلا التزاماته كتير فبالتالي عايز يوفر اكتر فما يجيبش اكل من بره، فهي بترجع لحاجات كتير جدا يعني. فانت بقى وحسب احتياجاتك وامكانياتك زي ما بنقول. برضه في حاجات مهمه برضه بتفرق، سواء انت بقى في الامارات موجود فين، يعني انت لو في دبي وابو ظبي فالامور غاليه معاك والاكل غالي، لو في الامارات التانيه الباقيه بيبقى ارخص طبعا يعني بكتير. فهي بترجع برضه للشخص وحسب المكان اللي هو متواجد فيه بس. فانت لو نصيحه مني، لو انت في الاول جاي بتدور على شغل فانت حاول تمسك على نفسك شويه، الاكل مش حاجه مهمه بالنسبه ليك في البدايه، لو انت بتبحث عن عمل في حاجات اولويات وحاجات مهمه جدا في الاول لازم تخلي بالك منها. دي كانت حلقه النهارده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.